السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم معايا في قناتي ستيب باي ستيب. معاكم شيماء. النهارده ان شاء الله هنكمل شرح منهج كونكت بلس لبرايمري 1 او للصف الاول الابتدائي. بنشتغل زي ما تعودنا من كتاب الوزاره. وقفنا في اخر ليسن في منهج كونكت بلس للترم 2 او للترم الثاني لبرايمري 1 صف الاول الابتدائي. كنا وقفنا عند يونت 8. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض يونت 9 من كتاب الوزارة. قبل ما نبتدي ما تنساش تروح على زر سبسكرايب، تعمل لنا سبسكرايب أو اشتراك في القناة. ما تنساش كمان تفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعار إن درسنا الجديد نزل. لو استفدت مننا ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وتعرف الناس على قناتنا، قناة ستيب باي ستيب التعليمية. Let's start. Open page 32 in the student's book. And then exercise 1. Busy B بتقول لنا look, listen and read. Look, listen and read. انظر استمع واقرأ. أولا عندنا التايتل أو عنوان اليونت بيقول at the market. At the market في السوق. هما مفروض دلوقتي هما في السوق التجاري وعايزين نعرف هما شافوا ايه اصدقائنا. هنعرف من واضح قدامنا كده ان اللي احنا شايفينه ده الفروتس الفواكه. هنعرف النهاردة اسماء الفواكه ونعرف ازاي نطلب الحاجة او نطلب الشيء من البياع لو رحنا نشتري بنفسنا. هنقول ايه للبائع علشان نحصل على الحاجة اللي احنا عاوزينها. اوكي، عندنا صديقتنا بتقول Do you like pineapples؟ Do you like pineapples؟ احنا عارفين ان do لما بتيجي في اول الجملة او في السؤال بيبقى معناها هل. Do you like يعني يحب. Do you like pineapples؟ هل تحب الباينابلز؟ ايه هو الباينابلز؟ هو الاناناس. يبقى اول فروت عندنا النهاردة هي pineapples. 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 اناناس. اوكي، هنا عندنا صديقنا قال لها yes I do. yes I do هو هنا جاوب بالإثبات على كلامها. لو هو مش بيحب الباينابلز هيقول لها ايه؟ no I don't. no I don't. انما هنا صديقنا هو فعلا بيحب الباينابلز فقال لها yes I do. وفي كمان في حد هنا برضو، في واحدة ست بتسأل البياع بتقول له ايه؟ بتقول له can I have a pineapple please. can I have a pineapple please. can I have a pineapple please. هل يمكنني ان احصل على الاناناس من فضلك؟ يعني دي صيغة السؤال اللي بنطلب بيها. انا دلوقتي قلت لكم احنا هنتعلم مع بعض ازاي نطلب واحنا بنشتري الحاجة، ازاي نطلب الحاجة بأدب وازاي نقول للبياع احنا عايزين الحاجة الفلانية. هنا الست محتاجة الباينابل او الاناناس فقالت له can I have a pineapple please. ممكن نشيل باينابل ونحط اي فاكهة تانية. can I have a watermelon please. can I have a guava please. can I have a lemon please. وهكذا. يبقى can I have هنا كان بمعنى هل. كان I have يعني هل يمكنني الحصول على، وبعد كده بنقول اسم الحاجة اللي احنا عايزين نشتريها. pineapple, watermelon, جوافة, dates, whatever ايه هو نوع الفاكهة. وبنختم كلامنا please و question mark او علامة استفهام. الإجابة بتبقى ايه؟ تعالوا نشوف البياع قال لها ايه. قال لها yes here you are. yes here you are. نعم تفضلي. yes here you are يعني نعم تفضل أو تفضلي. فبتسأله عن سعر الفاكهة أو سعر الباينابل فقالت له how much is that. how much is that. كم سعر الباينابل. that هنا تعود على إيه؟ على الباينابلز، على الأناناس. فقال لها that's 11 pounds. that's 11 pounds إن سعر الباينابل هو 11 pounds. pounds يعني جنيه. 11 pounds اللي هم 11 جنيه. أوكي، تعالوا كده نقرأ من أول. Do you like pineapples? Yes, I do. في حالة الإثبات لو كنا عايزين ننفي أو نقول إن إحنا مش بنحب الباينابلز هنقول No, I don't. أوكي، طيب في حالة إن الست هنا عايزة تشتري الباينابل أو الأناناس قالت للبائع Can I have a pineapple please؟
هل يمكنني الحصول على الأناناس من فضلك؟ الإجابة كانت Yes, here you are. نعم تفضلي. حبت تسأل عن سعر الباينابل فقالت How much is that؟ كم سعر الباينابل؟ الإجابة كانت That's 11 pounds. أوكي كده خلصنا page 32. تعالوا نروح على البيج اللي بعدها page 33. عندنا exercise 2 بيزي بي بتقول لنا Look, انظر. Listen, استمع. And say, وقل. Look, listen, and say. أوكي هنا هناخد أسماء الفروتس أو الفواكه. طيب تعالوا نشوف picture 1. بنانا 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 موزة أبل 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 تفاحة أورنج 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 برتقالة باينابل 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 أناناس جوافة 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 الجوافة طبعا ديت 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 البلح أو التمر ووترميلون 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 البطيخ فج 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 التين بوتيتو 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 البطاطس كاروت 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 الجزر مانجو 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 المانجا كيوكامبر 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 الخيار تعالوا نقولهم تاني بانانا ابل اورنج باينابل جوافة ديت ووترميلون فيج بوتيتو كاروت مانجو كيوكامبر اوكي اوكي عندنا اكسرسايز 3 بيزي بي بتقول لنا ask and answer ask and answer اسأل وجاوب اوكي هنا عندنا صديقنا واقف في المكان اللي بيتباع فيه الفروتس والفيجيتابلز الفروتس الفاكهة والفيجيتابلز الخضروات اوكي هنا صديقنا بيسأل البائع سؤال بيقول له can I have 6 apples please can I have 6 apples please هل يمكنني الحصول على 6 تفاحات من فضلك احنا عارفين ان لما بنسال البائع السؤال ده بيبقى الاجابه ايه لسه قايلينها في البيج اللي فاتت yes here you are نعم تفضل yes here you are يعني نعم تفضل لو بصينا تحت الصوره دي اللي فيها البائع والشاري هنلاقي في عندنا fruits and vegetables تعالوا نعرف الانواع اللي قدامنا عندنا picture 1 دول دي جوافه picture 2 onion 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 وده البصل والبصل من الفيجيتابلز او من الخضروات عندنا picture 3 potatoes 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 اللي هي البطاطس picture 4 dates 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 التمر او البلح picture 5 figs 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 التين picture 6 watermelon watermelon اللي هو البطيخ اوكي عايزين نكرر السؤال اللي صديقنا سأله للبائع على الست صور اللي قدامنا لو بصينا picture 1 هنلاقي 2 جوافز اوكي يبقى هنقول can I have can I have 2 جوافز please can I have 2 جوافز please وما ننساش نضيف الاس للاسم بما انه بقى جمع الانجليش ما فيهوش حاجة اسمها مثنى يا مفرد يا جمع فاحنا هنا عندنا جوافتين يعني احنا كده بنتكلم في الجمع يبقى لازم نضيف اس الجوافتين مفيش مثنى يبقى تو جوافز يبقى هنحط الاس في النهايه ده اس الجمع اوكي لو هنجرب على الاونيون هنقول can I have 3 onions please yes here you are can I have 4 potatoes please
Yes, here you are. Can I have 6 dates, please? Yes, here you are. Can I have 3 figs, please? Yes, here you are. Can I have 2 watermelons, please? Yes, here you are. اوكي، عندنا في الوورد بوكس اللي في اخر البيج بيقول لنا اللانجوج اللي احنا اتعلمناها النهارده صيغه السؤال، وهي can I have space. السبيس ده بنحط فيه اسم الحاجه اللي احنا عايزين نشتريها، please و question mark علامه استفهام، والاجابه بتبقى yes here you are، نعم تفضل. اوكي كده خلصنا بيج 33، هنروح على بيج 34. التايتل بيقول لنا fruits and vegetables. fruits يعني فاكهة، vegetables الخضروات. fruits and vegetables فاكهة وخضروات. عندنا exercise 1 بيزي بي بتقول لنا look, listen and complete then sing. look انظر، listen استمع، and complete واكمل، then sing. sing يعني غني. اوكي عندنا هنا وورد بوكس في اسماء الفاكهة والخضروات، عندنا apples, mangoes, oranges, bananas, figs, dates. اوكي عايزين نعمل ايه complete في spaces دي باسماء الفاكهة اللي قدامنا. اوكي عندنا picture 1 orange. orange هنكتب في اول space ده orange، وكمان اورنج هي اغنية، فاحنا هنحاول نكمل السبيسز دي بالبيكتشر اللي قدامنا. اورنج اورنج لوفلي لوفلي اورنج. بعد كده بيكتشر دي فيها ايه؟ فيجز اكسلنت فيجز اند باناناز. ها دي بيكتشر اوف picture of apples, apples and dates. اوكي تعالوا نروح لل اوكي هنا mangoes mangoes lovely lovely mangoes figs and bananas apples and dates. اوكي بنكتب الاسم على حسب الصورة اللي احنا شايفينها. طيب exercise 2 بيزي بي بتقول لنا look and write. look انظر and write واكتب. عندنا في الword box potatoes, onions, carrots, pineapple, watermelon, cucumbers. اوكي عندنا في picture 1 بيزي بي حلتها لنا وقالت لنا ده pineapple أناناس. اوكي البيكتشر اللي جنبها watermelon excellent. ها potatoes excellent. onions onions اللي هو البصل. cucumber 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 خيار. carrot carrot carrots carrots اللي هو الجزر. اوكي هنروح على البيج اللي بعدها بيج 35. التايتل بيقول لنا healthy eating. healthy eating الاكل الصحي. اوكي يبقى healthy صحي، healthy eating اكل صحي او طعام صحي. عندنا في exercise 1 بيزي بي بتقول لنا look انظر sort and write. sort يعني صنف او خلي كل حاجة شبه التانية مع بعض، يعني هنخلي الحاجات اللي شبه بعض مع بعض، هو ده التصنيف ان احنا بنقسم الاكل لهيلثي ولي unhealthy. اوكي عندنا هنا في البيكتشرز اللي قدامنا ده اكلات مختلفة. عندنا في picture 1 potatoes، picture 2 carrots، picture 3 cake. كيك يعني تورتة أو كعكة أو كيكة. picture 4 bread 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 خبز. picture 5 candy 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 حلوة.
بعد كده في اللاين اللي تحت في اول بيكتشر كانت عندنا التشيكن، تشيكن اللي هي الفرخه او الدجاجه، ووتر ميلون البطيخ، مانجو المانجا، اويل الزيت، ووتر الميه. اوكي عندنا في السكيدجول ده متقسم لهيلثي فودز وانهيلثي فودز، هيلثي فودز الاطعمه الصحيه، unhealthy foods الأطعمة الغير صحية. أوكي تعالوا نشوف البوتيتوز، يا ترى healthy foods ولا unhealthy foods؟ healthy foods. يبقى أول حاجة هنكتبها هنا هي potatoes البطاطس. أوكي طيب الكاروت healthy or unhealthy؟ healthy food، يبقى هنكتب هنا carrots. أوكي كيك ها unhealthy foods لان ده من الحاجات اللي مليانه بالسكر والدقيق، كل الحاجات دي بتتعب صحتنا وبتسبب امراض السمنه وبتتعب قلبنا، فهي من الاطعمه الغير مفيده او الغير صحيه. يبقى اول حاجه في unhealthy foods هنكتب كيك. اوكي طيب عندنا البريد، يا ترى البريد healthy food or unhealthy food؟ healthy food. احنا مش هنقول عن العيش ان هو حاجة غير صحية، لان العيش او الكربوهيدرات حاجة مهمة جدا عشان تدينا نشاط ونعرف نمارس اعمالنا اليومية بانتظام. لازم يبقى عندنا بريد، اهم حاجة ان احنا ما نكترش من العيش او من اي حاجة داخل فيها الدقيق الابيض، لانها ساعتها لما نكثر منه هتبقى حاجة unhealthy. اوكي يبقى البريد هيدخل معانا في الهيلثي فودز. تمام عندنا بعد كده الكاندي، الكاندي اللي هي الحلوى اكيد طبعا unhealthy foods. احنا عارفين ان احنا لو اكلنا حلوى كتير هتحصل لنا مشاكل كتير، اولها ان احنا سننا هتسوس وهتقع وبتسبب لنا مشاكل صحية وبتسبب السمنة، فالكاندي من unhealthy foods. طيب التشيكن ها healthy foods. اوكي الووتر ميلون من الفروتس healthy foods excellent، المانجو healthy foods. اوكي الاويل اللي هو الزيت unhealthy طبعا، الاويل من الزيت او السمنه او اي حاجه من الزيوت والدهون المهدرجه من الحاجات اللي بتاذي صحتنا، وهي يستحسن ان احنا نعتمد على الزيوت الطبيعيه الموجوده في الاكل وما نكترش او ما نستعملش الزيوت دي بكثره. يبقى الاويل من الاويل unhealthy foods. الووتر طبعا healthy foods، ومهم جدا جدا ان احنا نشرب 3 لتر ميه يوميا. اوكي يبقى احنا كده عندنا البوتيتوز والكاروتس والتشيكن والووتر ميلون والمانجو والووتر، ده من الهيلثي فودز. اما الانهيلثي فودز كان الكيك والكاندي والاويل. اوكي عندنا في اكسرسايز 2 بيزي بي بتسالنا بتقول لنا وات هيلثي فود دو يو لايك، وات هيلثي فود دو يو لايك، ايه هي الاطعمه الصحيه اللي انت بتفضلها؟ فالاجابه هتبقى اي لايك، وهنكتب I like carrots, mango, watermelon, chicken and water، أو على حسب كل واحد مننا بيحب إيه. مش لازم نكتب الحاجات اللي موجودة عندنا فوق في الصور دي، ممكن نقول حاجات تانية هي مش موجودة زي الديتس مثلا، في ناس بتحب الديتس أو التمر، وطبعا ما نكترش منه برضو علشان التمر فيه كمية سكر كتيرة. في لو عايزين نقول I like cucumber، I like cucumber, I like carrots, I like apples, I like orange، على حسب كل واحد فينا بيحب ايه. اوكي وصلنا البيج 35، هنكون وصلنا لنهاية lesson 1 من unit 9 at the market. النهاردة تعرفنا على اسماء الفواكه المختلفة وعرفنا ازاي نطلب من البائع لو عايزين نشتري حاجة، ازاي نكون صيغة سؤال can I have واسم الحاجة اللي احنا محتاجين لها و please و question mark في نهاية الجملة، والإجابة بتبقى yes here you are. اوكي مش عايزين نتقل عليكم في الدرس ويبقى خفيف زي ما انتوا بتطلبوا ان الدروس تبقى اقل شوية. يا رب يكون الشرح واضح. ما تنساش اللي لسه ما اشتركش عندنا في القناة يعمل لنا سبسكرايب علشان يوصلوا اشعار ان الدروس بتنزل،
وادعوا لنا كده نستمر ونقدر ننزل دروس في وقتها. بالتوفيق للجميع وجود باي.